هذا أذان الفجر الآن بالجمهورية التونسية وبمدينة تونس وما جاورها، أذان الفجر الآن وهو فجر يوم العيد. وقد أذن لصلاة الفجر فجر يوم العيد يوم الأربعاء، هو اليوم يوم عيد الفطر، ولذلك سوف أؤكد لكم أنني ملتزم بتطبيق شرع الله عز وجل وما قاله المذهب المالكي تماما. هذا الأذان قد أذن، وهذا الماء، هذا الماء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أذان الفجر يذن الآن، اليوم عيد، ومن سنن يوم العيد أن تفطر بعد الفجر وقبل الخروج إلى صلاة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله الحمد لله والشكر لله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وتقبل الله منا ومنكم تلاوة القرآن والدعاء والتهجد، وتقبل الله منا ومنكم زكاة الفطر، زكاة الفطر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.